نسعد في هذا المساء بانطلاق حملة التبرع بالدم الثالثة عشر بجمعية العيون الخيرية التي تنظم هي التعاون مع التجمع الصحي من خلال مستشفى الملك فهد وأيضا مستشفى مدينة العيون. كل الشكر للجهات المشاركة والداعمة على هذا التكتل الجميل والمبهج، كما نثمن لكافة المتطوعين تواجدهم الكريم، وندعو المجتمع للمشاركة في هذه الحملة التي تستمر لمدة 3 أيام وتستهدف 200 متبرع. شاكرين ومقدرين لكم تواجدكم الكريم. أهمية الحملات التي تقام في الأحساء حقيقة أهمية قصوى جدا، وهي تعتبر ركيزة أساسية في تزويد بنوك الدم في الأحساء بالدم الطازج وبالدم عموما. يعني نعتمد عليه بنسبة تقريبا 45% من منتوج الدم اللي يوصلنا من الحملات التبرع بالدم، فلذلك نحرص احنا حقيقة كثير انه نشجع. كنا اول في بدايات الحملات قبل 25 سنة كنا نحفز على إقامة الحملات، الان حقيقة نرفض بعض الجهات اللي تجي لان ما عندنا في مجال. السنة هي عندنا 52 اسبوع، احنا عندنا 50 اسبوع كاملة ما نقدر نسوي اكثر من 50 حملة سنويا نقيمها بمعدل، يعني تقريبا اسبوعيا لازم نسوي حملة. الدم طبعا يتوزع عندنا، الدم للاساس هو مستشفى الملك فهد والولاده والمستشفيات الثانيه، لكن الاساس هو الملك فهد، هو الركيزه الاساس اللي هي ياخذ الدم ويجمع وينطلق منه بالاضافه للمستشفيات الثانيه يقام لكن حملات صغيره. حملة العيون بالذات هي من الحملات الكبيرة اللي عليها معول كبير حقيقة، ونعتمد عليها أساس في الحملات، فلذلك جاءت سنويا لو نلاحظ إقامتها دائما قبل الحج، قبل عيد الأضحى والحج، لأنها بتكون دعم لبنوك الدم في المحافظة بالإضافة إلى دعم بنوك الدم في الحج في المشاعر المقدسة. أيضا أهمية التبرع بالنسبة لنا إحنا للمتبرع، نقول المتبرع بالنسبه له هو شو اللي يستفيد منها؟ يستفيد من طبعا فوائد كثيره بالنسبه للمتبرع، لكن فيها مهم رضا الله سبحانه وتعالى في الاساس، والرضا النفسي هو للمتبرع حقيقه فيها اللي بيحصله، بالاضافه الى فوائد صحيه ثانيه، تنشيط الدوره الدمويه مثلا، الخمول، الصداع، اشياء كثيره، كل واحد بيختلف من شخص الى اخر الفوائد اللي فيها، لكن غالبا فيه الا بيحصل فائده. يعني المتبرع الدم المتبرع وين يروح؟ يروح بالنسبة لمرضى اللي عندنا، مرضى المستشفيات اللي دائما مثل العمليات الجراحية، مرضى الأنيميا، مرضى التكسر، الثلاسيميا، الحوادث. نحن الحمد لله سبحانه وتعالى بفضل الله ومنته علينا في مدينة العيون بدأنا الحملة الأولى من عام 1430، ونحن الآن في 1445 باستثناء السنة اللي كانت فيها كورونا، والحمد لله الإقبال شديد جدا، التعاون قوي جدا ما بين نحن والتجمع الصحي بالأحساء، وكذلك في السابق كانت مع مديرية الشؤون الصحية، تعاون مثمر، العمل بروح الفريق الواحد، الإقبال والله الحمد شديد جدا، بل إني أذكر تقريبا في الحملة العاشرة أو الحادية عشر يعني تجاوز العدد أكثر من 600، يمكن تقريبا 650 متبرع والله الحمد والمنة، وهذا دليل على أهمية هذه الحملات وإقبال الناس عليها بشكل كبير جدا. بل إني أضيف أن أكثر الملاحظة الآن في السنوات خاصة الأخيرة أن أكثر المتبرعين من سن الشباب، يعني وهذا مما يعني ينشرح له الصدر ويفرح القلب ويجعلنا فعلا أن نبذل قصارى الجهد في أن نقيم في العيون أكثر من حملة. احنا ودنا ان شاء الله في كل 6 شهور تقام حملة، وان شاء الله عليها تكون في المستقبل القريب يكون هناك تنسيق. والحمد لله الناس مؤمنة ايمانا تام ان بنوك الدم لا يدعمها ابدا الا المتبرعين مثل ما تشوفونهم الان في صالة التبرع، ولذلك تجدهم يبادرون لذلك ويحرصون كل الحرص على الاجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، لانهم يعلمون أن الكيس الواحد اللي سيخرج منه سينقذ ثلاثة من المرضى. وفي الأخير أقول لكل متبرع، اعلم أن تبرعك بالدم حياة وبسمة، حياة للغير وبسمة وسعادة وأجر لك أنت.
أشارك في الحملة الثالثة عشر للتبرع بالدم بمدينة العيون، وأشارك فيها كمتطوع وأيضا كمتبرع، وأدعو الجميع للمسارعة إلى التبرع بالدم لما في ذلك من فائدة، وسواء كان التبرع في الحملات هذه أو الحملات حملات اللي داخل العيون أو خارجها، ولما فيها من الفائدة والأثر الكبير.